السلام عليكم، يا اهلا بيكم. النهارده في حلقه جديده من احلى اكل، اكيد في احلى اكل، ولكن ايه الموضوع بقى؟ كشري اسكندراني بالسمك المشوي. يا عم ما تهزرش، والله هو بيتاكل كده. حبايبنا في اسكندريه، وحد طبعا لو حد النهارده حابب يعلق او يضيف اي معلومه او اي تتبيله مختلفه على هوا مع حضراتكم، طبعا هستقبل اكيد اي موبايل اي تليفونات يعني. بيتاكل مع سمك مشوي، بيتاكل مع سمك مشوي اكتر، بيبقى بوري. قعدت اجيب بوري، والله ما جابوش بوري، جابوا السمكه دي بس تمشي اي سمكه يعني. وممكن يمشي الشبار الصغير اللي هو البولتي الصغير، طعم كويس جدا. هنشوف بيتعمل ازاي. الطبق الثاني هنعمل مسقعه بسمك قش بياض، حته سمكه زي ما حضراتكم شايفينها كده، هنظبطها وهنحشيها في قلب بتنجان مع الخضار بطريقه حلوه كده، ان شاء الله تبقى لطيفه وسكه مختلفه. مع الكلام الحلو ده يمشي معاه ايه؟ رغيف حواوشي سي فود. على ما اعتقد ثلاث اطباق اسهل بعض، ولكن بعد الفلوس. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكل. طيب كنا بنتكلم برضه بحضراتكم قبل الفاصل على اكلات شعبيه حلوه، وبنقي طبق ان شاء الله يعجب حضراتكم. عملناه قبل كده زمان بس نعمله تاني بطريقه ثانيه تكون خفيفه وبسيطه. هو الكشري الاسكندراني بس بالسمك المشوي. ناس كتير جدا تعرف المعلومه دي، وفي ناس كتير جدا تستغربها. انا واحد من الناس كنت مستغربه جدا. كشري كشري يا عم، وايه اللي جاب السمك جنب الكشري؟ بس حبيبنا في اسكندريه بياكلوه كده وطعمه حلو جدا جدا. هي الفكره مش كلمه كشري، هي كلمة كبيرة شوية. على الكشري الأصفر، إن هو بيتعمل من إيه؟ من الرز وعدس أصفر وبصلاية حلوة وجزراية لو حبينا، بعض الناس تحب تحط طماطم تحطش، هنشوف التفصيلة ماشية إزاي. بيمشي إزاي؟ هنظبطه كشري اسكندراني حلو، والناحية التانية هنجيب السمكية الحلوة دي هنشويها بالردة بتتبيلة تكون مختلفة شوية عن كل المرات عشان نحس بطعم مختلف. وطبق بيتقدم مع سلطة حلوة بطماطم شطشطة كده شوية بفلفل حار وحبة خضرة. الطبق الثاني جاب عندي حته سمك قش بياض عاديه، هحمرها بس هدخلها في مسقعه، والمسقعه بتاعت النهارده مش مسقعه عاديه، فيها تشكيله الخضروات اللي حضراتكم شايفينها دي من الفلفل الالوان والبطاطس المحمره والبتنجان والفلفل الحار والبصل والطماطم هندلعها. الطبق الثالث بكل سهوله جاب عندي ربع مشكل لاطفالنا النهارده اللي ما لهمش مزاج ياكلوا المشوي او ياكلوا المسقعه. ربع المشكل ده حته كلمالي وحته قش بياض وحبه خضره، هعملهم حواوشي بكل بساطه وكل سهوله ما فيهمش اي افتكاسه. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم، ندخل الاول السمكايه الفرن تاخد وقتها ونشوف هنعمل ايه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه عايزين نتبل السمكايه دي. تبلت السمك ما فيهاش اي تفاصيل، يعني ممكن اصلا او هو الطبيعي ما بيتبلش، ولكن لو حبينا نجود ماشي، ما حبيناش برضه ماشي. الحكايه كلها ايه؟ تعتمد على الرده. كوبايتين رده متبقع طريم في طبق كبير زي ما حضراتكم شايفين كده. بكل بساطة أنا أحب أتبل السمكية، ممكن حبينا ماشي ما حبيناش برضه ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، حبة فلفل أسود شوية معاهم، حبة ملح كمان اللي هو الصخري بيبقى حلو برضه بيمسك في السمك كويس، يبقى ملح وفلفل أول الكلام. تبيلة السمك المشوي ببساطة. حلو، هجيب عندي معلقة وهحط عندي حبة كزبرة ناشفة، وطبعا نص شطه حلو كده يدي سبايس حلو، وحبه بابريكا هتخليها محمره شويه، واكيد كمون بس مش كتير عشان ما يمررش، وتاتش حبه هان لو احتاجنا نعلي التست شويه. انا ما اعتقد كده احنا زي الفل، بس هنا التجويد بقى مطلوب. توم باودر وبصل باودر. حلو الكلام لحد كده؟ كلام جميل. وهجيب عندي سنه ليمون مش كتير، وهدود. خدت بالك الليمون مش كتير ليه؟ عشان عايز كده. خدت بالك؟ بص بقى عايز ابقى كده. شوف. حلو؟ كلام جميل. السمكايه دي هنجيب لها حبه ميه صغيرين عشان الرده تمسك. بسم الله. كده. حلو الكلام؟ شايف السمكايه منظرها عامل ازاي؟ سمكايه قبل ما نشتغل في السمك كالعاده يعني، اعرف مين السمكايه دي يا شيف، فريش ولا قديمه ولا جديده ولا مبرزنه ولا فريش. طيب اول حاجه ببص لعين السمكه، بص كده يا فندم معايا، لو عين السمكه كلير كده شفافه بعرف ان هي ما خدتش تلج مني او ما دخلتش الفريزر كتير. لو دخلت تلج او دخلت الفريزر او اتجمدت بطبيعه التلج
هيتراكم في السمك كله، ولكن هيغير ملامح النين بتاع العين الابيض ده والاسود ده، هيبقوا لونهم مختلف شويه. لما اجي احط صباعي كده، بص كده يا فندم، صباعي ما يغرش يطلع تاني. بص ده تعبير عن السمكيه فريش. ولما اجي ابص كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ابص على الخياشيم لازم تكون لونها قدامي وردي كده، دي كده سمكيه نظيفه. لو لقيت فيها طينه كتير بغسلها كويس جدا قبل ما اوظفها. زي ما حضراتكم شايفين دي حاجات مهمه جدا لفكره ان انا اقدر ازاي اشتري السمكيه حتى لو انا ماليش خبره قوي في موضوع السمك. طيب وبعدين يا شيف، والله نعمل كده، شوف يعني لو حبينا دي سكه مختلفه ما عملناهاش قبل كده، كل مره بنحط التبهيره يا اما في الرده او بنحطها دايما في الطشه في النهايه، ولكن دي برضو سكه مختلفه. وبعمل كده وبعمل كده كده، وش وظهر السمكيه عندي بتطلع معايا بالمنظر ده. شايف ملعقه الميه الصغيره عملت ايه؟ مسكت البهارات مع الرد اللي انا عايزه. هاخد الكلام ده كله وانا ايدي لسه زفره كده، واطلع بيه على فين؟ على الفرن. بسم الله. وهاجي على الصاجه اللي حضراتكم شايفينها دي، شايفها يا فندم؟ وباجي اجيب السمكيه الحلوه دي بعد كده، واروح اعمل بسم الله، اعمل كده اهو. شكرا على كده. منتهى البساطه، ولا في اي حاجه من الصعوبه. واقفل عليها واسيبها تعيش حياتها فوق وتحت على درجة الحرارة بتاعتي مثلا 200-220 ما عندهاش مشاكل، واديها تلتاية ونقلبها ونشوف حكايتها ماشية ازاي. طيب التتبيلة دي أنا مش هرميها، أنا هوضبها تاني وهوظف فيها تتبيلة السمك اللي أنا هبدأ هشوحه أو هقليه بتاع المسقعة. هجيب عندي على التتبيلة الحلوة دي فص توم بس من غير زيت، شايف يا فندم؟ حلو الكلام. وهزود عندي حبة شبت، ماشي الكلام، وهزود كمان عصرة ليمون، ماشي الكلام لحد كده، وسنه ميه بسيطه، شكرا. وهرجع تاني بالمضرب وهدوب الخلطه الحلوه دي، شايف الملامح؟ بس مفيش حاطين الملح، حاطين كل حاجه، كل البهارات موجوده. حلو الكلام، كلام جميل. وبعدين يا شيف والله هجيب عندي كلابس ونبدا نتبل السمكايه بشكل بسيط، اي تقطيع، بس انا هخليها النهارده تقطيع كبير عشان تستحمل معايا التحمير شويه، لان عايز احمرها بزبده وارفعها اكني بعمل بكاتها، وبعد كده اقفلها واحشيها في قلب البتنجان مع صوص الطماطم اللي هنعمله ان شاء الله مع حضراتكم برضو حالا. طيب هجيب عندي السمكيه وابدا ادوبها كده شويه واقلبها واسيبها شويه كده مع نفسها. اهو ريحه الثوم مع البهارات عامله شغل عالي جدا. الليمون طبعا مهم، مش بكميه كتير عشان ما يهريش السمك مني، ولا ما احطش خل في قشر البياض بالذات لان هو ناعم جدا يعني ما بيستحملش تسويه. الخل هيهري يعني، ممكن بعض الناس يقول لك ايه بيبقى نفسه حلو، اقول لك ماشي، ولكن في الاحيان بيهري السمك وده مش صح. امتى احط يعني خل في السمك؟ ده يمكن تبقى حاجه صعبه قوي او قليله جدا، يعني ان الواحد بيستغل فكره يعني الخل والليمون، هو حاجه من الاثنين. انا شايف الليمون عشان ينزع الزفاره ويدي مزازه، وهو ده التتبيل اللي احنا عارفينه. خل في السمك على ما اعتقد لا، شويه لا. طيب هنوسع نفسنا ونبدا نخش على اللي بعده. كده احنا عملنا ايه؟ تبلنا السمك، سيبنا شويه كمان شويه هنعفره في دقيق بقى مش في رده، ويبدا نحمره واحده واحده. طيب وانا شغال عايز ابدا اسس صوص طماطم حلو للمسقعه واشتغل معايا وتسبك براحته ما بقاش بتصرب عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، هجيب عندي سنه زيت هنا كده، وهنا الرز برضو هبدا احط عندي سنه زيت، وهعلي النار عشان عايز احمر بصلايه حلوه. فالبصلايه دي هحمرها الاول بالزيت، وبعد كده ممكن ادي زبده في النهايه عشان الحاجه برده ما تبقاش محروقه مني. هجيب عندي البصلايه، شايفها يا فندم؟ بس الاول اصفيها شويه من الميه. خدت بالك بعمل ايه؟ بس انا هاخد البصلايه الحلوه دي كده، بسم الله، تنزل بفلفله حلوه كده ومش كتير. وممكن لو حبينا نحط معاها توم او فلفل حار ما عنديش مشاكل، ولكن هحطها بصلايه بس كده ساده للرز وسيبها تتلسع شويه. هحضر لها معلقه وانساها معاها عشان ايه ابقى ايدي فيها رايح جاي كده ما انساهاش. دي للرز، ممكن ازود بقى هنا على التست للرز بتاع الكشري ايه؟ فرق اتغار حبتين حبهان، وسيبهم شويه يعيشوا مع نفسهم. طيب صوص الطماطم هتعمله ازاي يا شيف؟ والله صوص الطماطم اللي مسقعه هنزل عندي برده ببصلايه مفرومه من دول
شوف بصفي برضه على قد ما اقدر، خدت بالك كده؟ انا بعتقد كده كويسه. وهديها كمان ني في ني. بص بقى هديها ني في ني تومه، معلقه توم كمان، يبقى معلقه توم وبصله صغيره. حلو. هنعمل صوص النهارده مسقعه مختلف شويه، وهديها كمان معلقه هريسه. لحظه واحده عليا بقى عشان الصوص ده هيبقى ان شاء الله مزاج قوي. معلقه هريسه، ركزوا معايا في اللي جاي. وعشان اسبك الصوص صح، معلقه صلصه طماطم. دي اساسيات في الاول خالص، ني في ني كده، وهنشوف حكايتهم ماشيه ازاي. بسم الله واحد مالوش تاني بكل بساطه. معايا استاذ العزيز. حلو الكلام، كلام جميل. وانا شغال هروح عامل حركه حلوه، بلاش السكر، خليها تاتش خل عشان تديني ريحه حلوه. كنت اديها سكر عشان ما تبقاش فيه حموه، ولكن هنديها دلوقتي واحده واحده سنه الخل دي في الاخر. بص الخلطه عامله ازاي. فص الثوم، الهريسه لو حبينا، صلصه الطماطم طبعا عشان التسبيك كله ني في ني، سنه زيت. او بحس ان الامور بدات تبقى محلويه كده، ما سيبهاش تتغبق مني. ينزل عندي بمكعب مرقه الرز، عندي البصل بتاعه بيتشوح عشان يتحرق شويه. هرجع تاني لمكعب المرقه مع صوص الطماطم اللي احنا حطيناه مع عصير الطماطم الفريش، واسيب الامور تتسبك براحتها خالص ومش مستعجل عليها. كده شايف كده عصير تمام. هحط عليهم مرقه بقى او ميه سخنه، هتفرق كتير جدا. بسم الله. تمام، مرقه خضار، حط حبه كده حلوين، وسيب الصوص ده ياخد ويدي مع نفسه ويتسبك على الهادي، ما بقاش على السرعه بتاعت النار. يعني ايه يا شيف؟ يعني ما خليش النار عاليه قوي عشان ما يقصرش. لو انا حاطط ريحه عصير طماطم هيبقى نص تاني، فكره التاثير ان هو يصغر شويه يعني، وكمان هيغبق مني لو حطيت له بهارات كتير دلوقتي. فانا خليني يكون قدامي الصوص بالشكل ده يتسبك على الهادي. وفكره ان انا عايز احط سنه سكر عشان ما يبقاش فيه حموه، ماشي. بعدين حبه خل يدي تستحل، كل ده كله ان شاء الله مع نفسه واحده واحده. انا كده الصوص ريحنا نفسنا منه. هرجع للبصلايه، سيبها تغمق شويه، واروح مديها ايه بقى هنا؟ الزبده. هنا مكعبين زبده، كاني بعمل رز عادي. يبقى زبده وزيت عادي للرز. بنزل بالزبده بقى تبدا تتشوح شويه. وعايز انا اعليه شويه تيست، يعني لو حبينا ممكن نعمل ايه بقى؟ معلش للرز بقى هنا في تيست بقى نزوده شويه. بص والله ما باين، فص ثوم ماشي، وبرده ده مش باين لو ما حبيناش، ربع قرن فلفل بتفرق جدا. هنشوف ملامح حلوه، هتحرق شويه، هو ده اللي انا عايزه. واحده واحده. طب معيار الرز ايه او الفكره دي ايه؟ في بعض ممكن الناس تديله حبه جزر، ممكن عشان يعني حطينا جزر ولكن نفرمه شويه. نص جزرية حلوة كده تنزل معاهم برضو، تدي نفس حلو، مع قرن الفلفل، مع فص الثوم، سكة مختلفة، مبقاش كله زي بعضه عشان بس الواحد يبقى برضو ايه حاسس في تغيير شوية وفي نفس مختلف. بشوح الجزرية الصغيرة مع قرن الفلفل مع فص الثوم مع البصلاية، حبهان، ورق غار، في ريحة حلوة، الزبدة نزلت عملت شغل كويس. هو ده المطلوب الواحد لما يجي يشتغل، يأسس بس الروائح الحلوة عشان الواحد يحس ان هو بيعمل حاجه فيها طبخ، ما يبقاش الواحد بس ايه حاسس ان هو بيقرا من ورقه وقلم او بيحط حاجه يعني الواحد متعود عليها. كوبايه الرز قدامها نص كوبايه عدس اصفر بتاعنا عادي جدا. افندم واسف للتاخير. افندم سامح هاني، صباح الفل. الو. الو. اهلا وسهلا. ازيك يا سماح؟ الو. انت سماح ولا مامتك اسمها سماح؟ لا ماما هي اللي اسمها سماح. وانت اسمك ايه؟ ملك. ازيك يا ملوكه، اخبارك ايه؟ الحمد لله. تحت امرك امر. انا عايز اجي اشترك معاك في المسابقه. حلو، هتعمل لنا ايه بقى لما تيجي تشترك معايا في المسابقه؟ بطاطس. ايه؟ صينيه بطاطس. ايوه كده، خلي الكلام يخش بقى ويمزج. ماشي، بالايه بقى؟ باللحمه. انت عندك كام سنه؟ ها؟ عندك كام سنه؟ عندك كام سنه؟ 10. ما شاء الله. تخش المطبخ ولا هتجربي فينا صينيه البطاطس دي؟ لا بخش. تعملي اكل مع ماما كويس يعني؟ اه. ماشي الكلام، خلاص احنا قبلنا الدعوه متشرفين ان شاء الله في اقرب مسابقه. بس لو سمحتي ما تقفليش السكه يا بلوكه، سجلي بياناتك واسم الاكله بتاعتك. اوكي؟ اختي عايزه اتكلمك. حاضر. اسمك ايه؟ الو. الو. اهلا وسهلا، ازيك؟
انا كنت عايزه اشترك معاك في مسابقه من زمان. انت تنوري الدنيا يا حبيبه قلبي. اسمك ايه بس الاول؟ ايه اسمك؟ ايه؟ روان. ايه؟ روان. طيب يلا حالا يا روان، انت وبالك سجلوا حالا بناتكم في الكنترول وتنوروني ان شاء الله. حاضر، صباح الفل، شكرا يا حبيبتي. حاضر. طيب نعم، لا بس اتاكدوا بقى من موضوع ان طفل او مامه الطفل، عشان بيبقى محرجه جدا لما اقول الطفله اسم مامتها. انا عارف ان الماما اللي هي اللي بتحجز او هي اللي بتتصل، بس عشان بيبقى شكله مش حلو يعني لما بكلم طفله اصل هي مامتها. افندم يوسف. السلام عليكم. شوف عليك. عليكم السلام يا استاذ يوسف، ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه يا صاحبي؟ عامل ايه؟ الحمد لله. كله بخير؟ كله تمام الحمد لله. تحت امرك. امر يا استاذ يوسف. معاك في القناه. تنور الدنيا وتنور القناه كلها. عندك كام سنه يا جو؟ عندي 15. 15، وايه اخبارك في المطبخ؟ بسم الله. يعني حلو. نبي تقلي حلو. يعني بتعمل اكل ولا لا يا عم يوسف؟ صلح. ايه بقى؟ بعرف اعمل مكرونه بالصلصه وبانيه. الله، بتخش تساعد ماما في المطبخ ولا لا؟ اه بخش. اه بجد؟ اوعى تكون بتجامل بس. عايزه اكلمك يا شيخ. مش سامع. ماما عايزه اتكلمك. طبعا يا حبيبي. حاضر. حاضر، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. صباح الفل يا فندم. عامل ايه حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم، اخبار سعادتك ايه؟ الحمد لله. تحت امرك. امر. منور الدنيا والله يا شيف علاء. بوجود حضرتك والله، كتر خيرك، كلك ذوق. تسلمي. شفتك من زمان جدا جدا جدا. والله شرف ليا المكالمه والمتابعه يا فندم، والله ربنا يعز حضرتك. بقدرك جدا وبحب كل اكلاتك وتعملها حلوه جدا. ده عشان بس انتوا ناس زي الفل والله، كتر خيرك. يا رب ربنا يحميهم لك يا فندم ويحفظ لك عليه يا رب. دي بقى بص هينهب النت يشترك مع حضرتك. ينور الدنيا حالا في الكنترول، بعد ما اخلص المكالمه على طول يشترك في الكنترول وينورني. حاضر. انا النهارده بص بقى مستعان الدنيا، انا بكلم حضرتك. والله ده شرف لينا يا فندم والله. على راسي. شكرا حضرتك، ربنا يستر. ربنا دي محبه وكتر خير حضرتك والله لمكالمتك وتابعتك لينا. شكرا. الف شكر. شكرا يا فندم. طيب نزلت بالرز. حاضر. نزلت بالرز تقلبتين حلوين، بدا يسخن شويه كاني بعمل رز عادي، وهملح بالملح بتاعي بسم الله كده، وهنزل عندي كمان بالمره بالعدس. شايف محتاجه معلقه زبده كمان تلمع، هي ملمعه وكل حاجه، ولكن حاسس اكتر يعني ممكن تحلو اكتر. دي كمان مكعب زبده يلمعوا الدنيا كده معايا. شكرا. ايوه. وروح مشرب دلوقتي بالمرقه الايه؟ السخنه. طب شايف معيار الرز ده ايه؟ هو العدس. اقول لك هو هو، ولا تشغينا. كوبايه قدام كوبايه. طب العدس ده يا شيف وضعه ايه؟ ربع كوبايه، بقى زود ربع كوبايه ولا هنشوف، او هنغطي الرز بالعدس بالمرقه هنشوف برضو. نولع النار دي هنا. ايوه بس كده، نرجع لها تاني واغطي اول ما يسخن. بسم الله. ابعد وشي. شكرا. خلاص اه غطينا. ماشي كده. ممكن بقى ندلع لو حابين نحط مكعب مرقه كمان، وممكن لو حابين نحط سن البهار حلوه كمان تدي لون حلو كمان. اه واروح مساوي اموري كده، وموطي النار ومغطي تحت البصلايه هي دي اللي انا عايزها. واروح موطي شويه خالص على اتنين مثلا واسيبه يعيش حياته. طيب ايه اللي جاي؟ اللي جاي ان شاء الله عايزين نخش على البانيه بتاع السمك اللي هنعمله فكره البانيه او اللي هو بالدقيق. ادي السمكه بعد ما اتبلت. بسم الله كده. وش وظهر بس، ولا اكتر ولا اقل، مفيش بيض ومفيش لبن. انا عاملها بفكره سمك مقلي ولكن في قلب المسقعه. شايف الكلام؟ افندم. ايات هانم صباح الفل. الو. الو صباح الفل يا فندم. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك، يا رب تكوني بخير. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا بجد بنعرف نعمل الاكل ورق حلو قوي. ربنا يخليك. يعني مفيش اكله غير لما تبقى سهله ولطيفه وبنعرف نعملها حقيقي. يعني ده عشان حضرتك بس تخش تعملها في المطبخ يا فندم والله، فالاكل بيطلع من ايد حضراتكم احسن مني 100 مره اكيد. لا لا اكيد بجد حضرتك يعني من كيف متميز قريب من الناس. ده شرف ليا يا فندم والله، كتر خيرك ودي المحبه يا رب. تسلمي. طيب انا عايزه نور بنتي بقى، هي عايزه تكلم حضرتك، هي بتحب حضرتك جدا ومتابعاك بقى لها فتره طويله. على راسي. عندها كام؟ اديني نور. عندها 10 سنين. ربنا يحميها لك ما شاء الله العمر كله. دهان مع حضرتك. دهان.
اتفضلي. الو. اهلا يا شيف. صباح الفل يا نونو يا حلو، ازيك؟ انا اخبارك ايه يا جميله؟ بسم الله. عامله ايه؟ انا كويس الحمد لله. الحمد لله. انت عندك كام سنه يا نونو؟ انا عايز اشتري حضرتك في مسابقه. حاضر يا حبيبه قلبي. حافظه اكلات ولا لسه هتجربي فينا؟ هعمل مكرونه بشاميل. ماشي اوكي. طب يلا حالا في كنترول سجلي بياناتك مع زمايلي عشان تشرفيني ان شاء الله في اقرب وقت. حاضر يا نونو. حاجه تانية؟ شكرا جدا ليك ومكالمتك وتحياتنا للاسره الكريمه. حاضر يا فندم. يا حسين صباح الفل. الو. الو. صباح الفل. أيوة يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازاي حضرتك يا شيف؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم. انا عايز طلب بس الاول بنهني حضرتك بنقول لك كل سنه طيب كده عقبال 100 سنه بعيد ميلادك يا شيف. حبيبي ربنا يخليك يا استاذ حسين كلك ذوق. تسلم وتعيش. شكرا. حضرتك كل سنه وحضرتك منورنا كده ومتعنا باكلاتك واحلى الاكلات الجميله دي. كلك ذوق والله وعلى راسي يا استاذ حسين. تسلم يا فندم ربنا يخليك. الله يخليك. عايز الرز الاصفر يا شيف بتاع المطاعم كده. الرز الاصفر متبهر البسمتي. ايوه يا فندم. اوامر امر يا عم حسين. حاضر. حاجه ثانيه؟ الله يخليك. شكرا. شكرا يا فندم. تحياتي ليك وكل حبايبنا في اسوان. شكرا يا فندم. يا فندم ها؟ سمر هانم صباح الفل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. حضرتك؟ الحمد لله كله بخير. بص احنا بنحب حضرتك جدا انا وبناتي. ربنا يحميهم لك. ساندي وتوار. الله اكبر. فساندي كانت عايزه تكلم حضرتك عشان تشترك معاك. يا سلام تنورنا. حاضر يا فندم. اديني ساندي الجميله. الو. الو. يا ساندي صباح الفل يا قمر. ازيك يا جميله اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله. كله تمام؟ عندك كام سنه؟ بحبك قوي وانا بحبك جدا يا ساندي من غير ما اشوفك والله. قولي لي عندك كام سنه يا ساندي؟ 10. الله اكبر عليكي. وايه اخبارك في المطبخ؟ حلو قوي. انت اللي حلوه يا جميله. بتساعدي ماما؟ اه. بتعملي لها اكل ايه بقى؟ بساعدها في اللي هي بتقول لي عليه يعني. يعني ايه مثلا؟ شاورما. اوكي. الأكل. طب حلو. هل انت بقى بتخش تعملي اكل لوحدك ولا لسه؟ أوه. شويه. اه. ايه بقى؟ سجق بالمكرونه. حلو و... قوي. واكلات كتير. ماشي. يعني حافظه حاجه تيجي تعملها لنا ولا تجربي فينا؟ اه ايوه حافظه. ماشي ده اهم شيء. اوكي خلاص ماشي الكلام. يلا حالا في الكنترول سجلي بياناتك وتنورينا ان شاء الله في اقرب. حاضر. ربنا يحميك يا حبيبتي. انت كل بناتنا يا رب. شكرا. حاضر يا فندم. هنعمل حاجه حلوه قوي. احنا خلاص يعني التاسيس عملناه. انا سايب الطاسه تسخن وتعالى ممكن نخش في في المفروم بتاع الحواوشي. يبقى ظبطنا امورنا كده في الاول. في اول. حاضر. بسم الله. عايز اعمل حواوشي او خلطه. لو جلت مني في الحواوشي امشيها كفته، ولو جلت مني في الكفته امشيها برجر. سي فود. اه سي فود. ايه الموضوع؟ كلهم مقادير واحده. ولكن ممكن نزود ايه وننقص ايه عشان اعملها برجر او عشان اعملها ناجتس او عشان اعملها حواوشي او عشان اعملها كفته؟ ما كل الحاجات دي كلها مفروم. المفروم ده ممكن امشي نص كيلو لحمه عندي يطلع منه الكلام ده، نص كيلو فراخ يطلع عندي الكلام ده، نص كيلو سي فود مشكل، ومش شرط اكون حاطط فيه حاجات غاليه. انا بتكلم بكل صراحه. اهم حاجه حته الكاليماري دي وقشر البياض او اي سمك عندي. ليه؟ مش مهم جمبري ولا مهم سلمون ولا سمك مش عارف ايه. الكالاماري عشان يربط معايا، وقشر البياض عشان لحم يزود الكميه بس. اقدر اعمل ايه معاهم؟ بصلايه، فلفل، توم، ايا كان ايه اللي انا بحبه هنشوف. ولكن التفصيله بتاعت النقله ما بين ان هي تبقى برجر او كفته وتروح لناجتس تكه صغيره قوي، ابيض بيض ومعلقه بقسماط. طيب ولو انا عايز امشيها برجر اعمل ايه؟ اقول لك ولا حاجه. نفس المقادير هي هي بتاعت الكفته، ولكن هنزود ايه؟ سن البابريكا تخليها محمره شويه عشان لما تبقى على البرجر تبقى شكل البرجر بتتحمر تبقى محمره وطعمها حلو. مفيش اكتر من كده. هي هي. طب لو عايز امشيها كفته هي هي نفس الفكره، هزود عليها حبه خضره شويه، بقدونس، الشبت عشان تبقى كفته. المقصود انا بحاول دايما اوظف الحاجه اللي قدامي لعده اطباق كتير. اكيد مش هنحرقهم كلهم مره واحده، ولكن انا بقول الافكار اللي ممكن نقدر نمشيها. لكن النهارده هنمشيها بايه؟ بريف حواوشي محدش يختلف عليه. هيبقى كأنه برجر ولكن مفروض كأنه ناجتس، ما فيهوش حاجات اتفقنا عليها، يعني الامور واضحه. طيب بسم الله. اول حاجه اجيب عندي جهاز لطيف كده وهبدا. بص يا فندم كده معايا، شايف هنا ايه اللي بيحصل؟
اول حاجه عندي عشان اخلي الجهاز بتاعي يشتغل ما يقفش مني، انزل بالخضار يتضرب الاول. ليه؟ عشان خاطر في ميه، فالميه دي هتساعدني في ايه؟ في الفرم او الضرب. حلو، انا عندي توم مفروم هاخده يوفر معايا شويه عشان ساعات التوم بيجلي. حلو، يبقى حطينا التوم والبصل والفلفل حسب الرغبه، حار او اخضر. حلو الكلام، وارجع كده. بسم الله. البهارات ايه اللي عندي؟ البهارات البيت بتاعتنا. بص الملامح رايحه كده فين؟ اجيب اي حاجه كده. طبعا ريحه الفلفل اللي هي اللي خليني اعمل كده، معلش سامحوني. بقى انزل كل الجوانب. بص الخلطه عامله ازاي؟ كده حطيت بهاراتي كلها. هرجع تاني هاخد كمان لفتين. تمام باذن الله. تمام، ارفع اول الكلام عندي السكينه السكريبر او اللي جمعنا بيه كل حاجتنا. بص الملامح راحت لفين. عايز افرمه اكتر، ما عنديش مشاكل، عايز اخليه مجروش. انا بحب حاجه تبقى مجروشه كده. شايف الملامح عامله ازاي؟ هنطلعهم في بوله افضل عشان نشوف الملامح عامله ازاي. بسم الله. شوف الخضره والبهارات كله ماتش، كله متظبط، كله مترتب باذن الله. طبعا الحاجه ما فكتش مننا، ما سابتش مننا، مش البياض مظبوط مع. بص المنظر عجينه. انا بقى اعمل دلوقتي، عايز اخليها زي ما اتفقنا فكره الناجتس. هضربها كمان وشين تبقى ناعمه جدا، واديها حبه بقسماط واحد ابيض بيض، تفرق جدا. طيب زي ما اتفقنا هنزود خضره، هنمشيها في سكه البرجر، يعني الكفته نفس الكلام. يعني الامور اقدر اوظف كل حاجه براحتي. خلينا نعمل ساندوتش ونوري الناس ونطلع فاصل. السمك هنا بيتحمر عشان عايز وش وظهري بس كده، وبعد كده هبدا هحشي المسقعه. صوص المسقعه عندي جاهز، الرز الحمد لله تمام التمام، السمك مشوي في الفرن هنبص عليه برده. تعالى بس الاول نعمل المسقعه دي عشان عفوا نعمل الحواوش عشان ننسى. هجيب حبه ميه يا فندم. حاضر، زي ما انا قلت حاضر. عينيا الاثنين. اول الكلام ايدي بس تكون مبلوله شويه ميه، لقمه العيش بتاعتنا بتاع الفرن بتاعنا. ادي ايدي مبلوله ميه. همسك حته العجينه اهي. بص شوف عامله ازاي في ايدي، شفت الميه مخليها عامله ازاي؟ مش لازقه. اجي افتح لقمه العيش اهو، واروح اعمل كده، واروح اعمل كده. شوف اهو، شوف بنعمل ايه، بنمشي اللقمه. شوف اهو، شوف اجي افتح اللقمه. بص المنظر تاني، نملي ايدينا سنه ميه، نجيب لقمه عيش عاديه نفتحها عادي لو عايزين نفتحها كده مفيش مشكله، واجي امسك الكوره وما ازودش مش بكتر، واروح اعمل كده في النص، واروح اعمل كده. شوف بمشي ايدي ازاي، ولا اكتر ولا اقل. خدت بالك؟ تعال نقلب السمك ونطلعك فاصل. اوكي حاضر، بسم الله.
تشوف الملامح عامله ازاي. تعالى يا باشا شوف السمك بتاع المسقعه عامل ازاي، شوف التحمير لسه خلاص يطلع وهيتقفل ان شاء الله في قلب المسقعه الحلوه دي. صوص طماطم عندي خلصان وخفيف وهو ده اللي انا عايزه، وعندي فاصل صغير جدا بعد الفاصل ان شاء الله نرجع ونواصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله. مراجعه سريعه اللي حصل قبل الفاصل. ثلاث اكلات اسهل من بعض، كشري بالطريقه الاسكندرانيه، واكيد مش زي الاسكندرانيه عشان بس نبقى واضحين. الاسكندرانيه عندهم اكل بالمناسبه، يعني عندهم حبه اكل. ناس كتير بس فاهمه ان اسكندريه مصيف، بالعكس اليومين دول بقى بتوع اسكندريه صدقوني والله العظيم من 10 وانت طالع احلى اكل واحلى جو في اسكندريه. طبعا تحياتنا لحبايبنا اسكندريه، كل حاجه عندهم حلوه في الاكل بصراحه، والاعلان بتاع صلاح الجديد عجبني برضه في اسكندريه. ف تمام. طيب ايه بقى الحكايه؟ حبه رز بالطريقه الاسكندراني معمولين بطريقه بسيطه جدا بالعدس الاصفر، وجنب منهم سمكيه مشويه. وقلنا ان الجماعه حبايبنا الاسكندرانيه بياكلوا السمك ده اكتر حاجه بياكلوها، يا اما البوري اللي هو زي الطبار الصغير الحلو المشوي ده، او بيحب ياكلوا اللي هو الشبار الصغير او اللي هو البولت الصغير، يبقى طعمه كويس قوي. واي سمك يمشي، ولكن هي الفكره بتبقى اكله واحده، ما معهاش مسقعه ما معهاش حاجه، يعني بيبقى يوم زي عندنا في القاهره يوم الكشري ما معهوش حاجه. بس طبعا احنا بنعمل الحاجات دي عشان اللي مالوش مزاج او اللي ما بيحبش او اللي ما يعرفش يبقاش برده يعني قفلنا الحلقه كلها في طبق واحد او طبقين. الطبق الثاني هقول لكم عملنا ايه في السمكيه. تبلناها تتبيله حلوه جدا بحب بهارات مشكله، سنه شطه، حبه كمون، حبه كزبره، انا ضفت عليها حبه توم باودر، حبه بصل باودر، سنه ملح، فلفل اسود. تبلت السمكيه زي معجون لو حضراتكم فاكرين، يعني عملتها بسله ليمون، بقت عامله زي البهارات، بقت عامله زي المعجون شويه، اكنها بدهن السمكيه مش برش. وبعد كده طلعت جبت عندي كوبايتين من الرده مفرودين في طبق كبير شمال ويمين الظهر كده، ودكينا شويه ودخلناها على صاجه تكون سخنه قبل ما اخش السمكه في الفرن بنص ساعه ساعه، تكون سخنه نار. خلصنا الفقره دي وسبناها والرز بيتشرب، ان شاء الله نقفل في النهايه. الطبق الثاني قلنا نعمل النهارده مسقعه بس بقشر بياض. جبنا حتتين قشر بياض زي ما حضراتكم شايفين، حمرناهم في الدقيق مع سنه زيت وطلعتهم على جنب، هم مستويين، ده كريسبي جدا ان انا كني حمرت فراخ بانيه بالدقيق بس. هنعمل ايه؟ جبنا الناحيه الثانيه حبه صوص طماطم، عملناهم بكل بساطه ني في ني، بس انا دلعته شويه. عملت ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حلوه. عملت ايه في الصوص ده بقى؟ معلقه صوص طماطم ومعلقه هريسه وفص ثوم وبصلايه. شوف الصوص عامل ازاي؟ شوف صوص متسبك على هادي، ما حبيتش اقرص عليه النار عشان ما يغمقش منه، عايزه يكون فاتح كده زي صوص طماطم بتاع الكشري منور مش غامق. ايه اللي بيغمق الصوص يا شيف؟ حاجتين، كتر الغليان وكتر البهارات. اكتر حاجتين يخلي الصوص معايا. طب اما اخليش الصوص يغلي ازاي؟ هدي النار، هتلاقي الصوص يتسبك منه فيه، حتى مش هيبوظ البوتاجاز او هيبوظ الهدوم او هيقصر. يعني لو حاطط زي ما قلت لحضرتك شويه لتر من الميه او عصير الطماطم بالميه، يعني هيقصر مع كتر الغليان وهيغمق من كتر البهار او برده كتر الغليان. فخلينا كده في السيمبل احسن، وتعالوا نقفل المسقعه. المسقعه طبعا انا بحبها جدا 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 ساده، ولا فلفل ولا غير، بس بحبها مع بطاطس مش عارف ليه زعلت. اما بقى احط معاها لحمه مفروم، احط معاها سمك، ده حاجات طبعا براحتنا، ولكن بتدي دست مختلف وهو ده المطلوب. تعالى نعمل صينيه مسقعه حلوه، يعني حلو بجد ان شاء الله يعني. طيب بايركس لطيف شفاف عشان نشوف كل حاجه مع حضراتكم. وهنعمل ايه بقى؟ هنجيب عندنا في الاول خالص كده بصلايه حلوه، بسم الله الرحمن الرحيم، ونرص البصلايه دي هنا كده. حاضر، عينيا الاثنين. وطماطمايه كمان، ده في ارضيه المسقعه يا فندم. حلو حلو الكلام لحد كده، احنا زي الفل. تمام. وتعالى بقى خد مني الكلام ده، فلفل اسود. ليه يا شيف؟ والله بحب بهر الحاجه كده كده كله هيتاكل، مفيش حاجه عندي مش هتتاكل. وسنه ملح كمان. وخد مني التركايه دي في ارضيه المسقعه، يا سلام، هو مكعب واحد. تخيل مكعب الزبده ده لما يسيح مع البصل والحاجات دي ايه اللي هيحصل. ويا سلام لو عايز اجود، بص ده اسمه تجويد، فص الثوم يتنطور كده في النص، ماشي الكلام. وبعدين يا شيف ولا قبلين، بسم الله، صوص الطماطم بتاعي يكون خفيف كده، بسم الله.
وابدا اعمل كده ارضيه حالا، هكون معها حالا كده، وهبدا هرص بقى حاجتي واحده واحده. هاخد اول رق عندي من البتنجان كده، بسم الله، حاضر والله حاضر، عليا الاثنين حالا، وراح اعمل كده حالا. خدت بالك من اول رق؟ حلو. وبعدين هاجي بالحروف، هروح اعمل كده. منى هانم، صباح الفل والهنا، اسفين التاخير يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا بك يا فندم. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله كله بخير. بورسعيد كلها بتموت فيك. ده حبايب البورسعيديه دول اهل الذوق والكرم. بنتعلم من حضرتك والله في كل حاجه. العفو، ده انتوا ناس محترمين جدا وحبايبي والله. عايزينك تنورنا تاني. يا سلام، تاني وتالت. معاك في السوق. اه فاكر حلقه السوق؟ لازم تيجي لنا تاني يا شيخ بالله عليك. عينيا الاثنين والله، اتشرف والله. والله بتعلم من حضرتك اكلات كتيره، وبعمل لاولادي واولاد اختي. ربنا يخليهم لك. يعني قولي تسلم ايدك، اقول لهم لا انتوا تشكروا كتير عليا. ربنا يحميهم لك. لا ده البركه فيك انت طبعا يا فندم. ربنا يخليك يا شيخ يا رب. ربنا يخليك تحت امرك. انا معايا بنتين، علا وزينه، بس علا كان نفسها اكلمك قوي بس هي راحت الدرس. معايا زينه دلوقتي عايزه اكلمك. حاضر، عينيا الاثنين. دي اللي عندك يا فندم. ربنا يخليك لينا يا شيف يا رب، ودايما منورنا بوصفاتك وباكلاتك، وربنا يسعدك ويحل ايامك كلها وتفرح باولادك يا شيف يا رب. الله يبارك في عمرك، الله يبارك في عمرك. ولازم لازم تيجي لنا بورسعيد عشان نقعد معاك في حلقه السمك بقى. حاضر، عينيا الاثنين والله. حاضر، ربنا يخليك لينا يا شيف يا رب. معاك زينه اهي. يلا يا فندم. حاضر، اوامر. يا دودو صباح الفل يا قمر. الو الو يا دينا. طيب كلمينا تاني يا دودو، والله احنا ما سامعينك اهو يا فندم. ناني، حاضر يا ناني. صباح الفل. صباح القشطه والعسل. اهلا وسهلا بحضرتك، تحياتنا حبيبنا. اهلا وسهلا بيك يا فندم. ازي حضرتك يا سيدي؟ نحمد ربنا ونشكر فضله. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بخير. بمناسبه عيد ميلادك ومناسبه المولد النبوي. عليه الصلاه والسلام. وحضرتك منور الدنيا دايما. الله يبارك في عمرك، كلك ذوق على راسي حبيبنا الاسكندرانيه. النهارده انا اسكندرانيه بقى، وحضرتك بتعمل السمك واحنا. طب قولي لي بقى، معلش بقى، نستفيد من حضرتك ومن خبرتك الجميله. اتفضل. الكشري الاسكندراني. من بعدك خبره ايه يا كيف؟ من بعد حضرتك خبره. لا 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 بالعكس والله، ده حضراتكم اهل اللي لسه بقول عليكم والله، اسكندرانيه عندكم اكل حلو جدا. انا عايز اعرف حضرتك على حاجه، انا حتى لو مش هعمل الاكل اللي حضرتك بتعمله بس لازم اتفرج عليك، ما ينفعش. والله شرف لينا يا فندم، كتر خيرك. النور بيجي عندي الساعه 2 على طول، يلا ابو شغلوا السيف علاء. والله شرف ليا يا فندم والله، ربنا يقدرني ونحاول نسعد حضراتكم والله، وكتر خيرك. ربنا يديم المحبه والعشره. ربنا يديمك يا رب، ويديك على قد ذوقك وادبك واحترامك للناس كلها. العفو يا فندم، تستاهلوا اكتر من كده والله، والله على راسي. كتر خيرك يا فندم، وتحياتنا لحبايبي واهلنا في اسكندريه، ناس محترمين واصحاب واجب، وكلكم ناس محترمين والله، كتر الف خيرك. حاضر، بعمل ايه بقى؟ اقفل بقى كل واحد وذوق، نزود البطاطس من الجنب من الوش، انا بحب ميكس كله، بحيث لما اطلع اي حاجه مفيش حاجه تقف قدامي او حاجه مش واخدها او حاجه مش واخدها، لا كله يبقى معايا. بطاطس وبتنجان افنم. الحاج علي صباح الفل. صباح الفل، ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك، كل سنه وانت طيب يا غالي. الله يبارك في عمرك، وحضرتك طيب يا فندم، تسلم وتعيش، كتر خير. انا عايز اقول لك ان انا حبيت حضرتك من حب الحاجه ليك، ومن فرجت عليك كل يوم، وكل يوم معطلاني من ساعه ما طلعت على المعاش، كل يوم الوقت اللي حضرتك بقى شغال فيه. احنا اسفين يا حاج علي والله، اسفين يا بابا والله. تقعد تتفرج على الحلقه كلها مع حضرتك. اسفين جدا والله، وقبل اي كلام تحياتنا لماما جدا جدا جدا. وانت حضرتك حقيقي تستحق كل خير. الله يبارك في عمرك والله، كتر الناس ليك، ربنا يبارك في عمرك ويخليك. انا الله يبارك فيك، شكرا. انا والله بس عايز اقول لك ان انا بقالي، انا متجوز بقالنا 50 سنه ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله عمرها 65 سنه. الله اكبر، ربنا يديها الصحه طول العمر يا رب. احلى اكل في الدنيا، ونفسي تعزم عندكم بقى في البرنامج. نورنا، تنورنا وتشرفنا يا فندم والله. خد مع حضرتك الحاج. طبعا طبعا، اتشرف اتشرف. اتفضل اتفضل. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، صباح الفل يا حاجه، ازي حضرتك؟ الحمد لله، ازيك يا شيخ حبيبي؟ اولا كل سنه وحضرتك طيبه يا ماما. طيب، وعود الايام على حضرتك بخير وصحه وسلامه، ويحفظكم دايما لبعض يا رب. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه وبخير يا ماما، ربنا يعزك. بحب اتفرج عليك والله، سيب الفيديو كله واتفرج عليه. والله ده شرف ليا يا ماما. حضرتك من حته يا ماما؟ من القاهره. اجدع ناس حبايبنا جيراننا. طب هتنورنا امتى البرنامج بقى؟ ربنا يسهل. طب ممكن لو سمحتي بعد اذنك، عشان بس الحاج موصي، ما ينفعش نزعله،
ممكن بس تطلع عشان نسلم على حضرتك. والله ده والله هيسلم عليك العافيه والصحه والسلامه، هنشوف حضرتك طبعا نتشرف والله. لا والله بتطلع عشان نسلم على حضرتك. ربنا يخليك يا ماما، تسلمي والله، وان شاء الله نتقابل في اقرب وقت، وشرف لينا يا فندم والله، شرف لينا، كتر خيرك وربنا يحفظكم لبعض ويديك الصحه انت وكل امهاتنا. صباح الفل، شكرا. حاضر خلاص كده، مسقعه رايك فيها ايه يا فندم؟ ناقصنا حاجه كده؟ ان شاء الله. لا حاضر، ثانيه بس عشان اسامه وقف لي. ايه ايه اللي هنا؟ الحواوشي؟ حاضر. لا ملك، ايوه حضرتك. صباح الفل والقمر يا ملوكه يا موش، حلو انت، ازيك؟ الحمد لله. ايه رايك في الحواوشي ده؟ حلو قوي. تعرفي تعملي يا ملك؟ اه. طب يلا تشطري بقى عشان اشوفك ان شاء الله في البرنامج، تنوريني ان شاء الله. ماشي هستناك. بحب حضرتك جدا. وانا بحبك جدا جدا. قلت لي عندك كام سنه يا ملوكه؟ عندي 11 سنه. ما شاء الله. وايه اخبارك في المطبخ؟ الحمد لله بساعد ماما. ما شاء الله، اهم حاجه تساعدي ماما. طب وانت بتعملي اكل ولا لسه شويه ولا ايه؟ لا لسه شويه، بساعدها في حاجات بسيطه. طب يلا هستناك ان شاء الله تعملي لنا اكل حلو بقى في احلى اكل ان شاء الله. اوكي ان شاء الله. ماشي يا حبيبتي، شكرا، ربنا يحميك يا رب ونفرح بيك انت كل بناتنا يا رب. افندم افندم ساره هاني، صباح الفل. ازيك يا شيخ علاء؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، اخبارك ايه؟ الحمد لله. يا رب تكوني بخير يا فندم. الو. الحمد لله بخير. الله يخليك الحمد لله. تحت امرك امر. انا بس سليم عندي هيتجنن على حضرتك. سليم ربنا يحميهولك. سليم كريم وفريده كريم. ما شاء الله ربنا يحميهم لك يا فندم. حاضر، علينا الاثنين. اهلا وسهلا، ازيك يا سولي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. عندك كام سنه يا معلم؟ خمسة. خمسة ما شاء الله. وإيه أخبارك في المطبخ؟ خمسة. إيه اللي خمسة؟ أنت بتضحك عليا. إيه أخبارك في المطبخ؟ تمام. تمام وأنا برضو تمام. بتعمل إيه في المطبخ مع ماما؟ أي حاجة. لا لا لا، أنت كده داخل عليا، داخل عايز تكسب بأي طريقة، أي حاجة وتمام وأيوه أيوه والحاجات دي. لا قول لي أنت بتعرف تعمل أكل إيه مع ماما؟ بتعمل ايه؟ بتخليني اعمل معاها بشاميل. بشاميل، وايه كمان غير البشاميل؟ رز. ورز حلو. ماشي، طب انت تعرف تعمل بشاميل لوحدك او رز؟ الايه؟ خليني اقلب الرز الاسود. طب حلو، انا كمان عايزك تيجي تقلب الرز، هتعرف ولا لا؟ انا. طب يلا حالا نسجل في الكنترول عشان تيجي تقلب لنا الرز وتنجح. تاخد هديه كبيره. ماشي هستناك. ممكن بس معلش تكلم اخته عشان حاضر تتجنن على حضرتك. حاضر يا فندم، علينا. الو الو. ايوه ثانيه واحده بقى. طب لما ترجع. طيب ماشي تعالى. صباح الفل والقبر، ازيك؟ انت اسمك ايه؟ فريد. فريده، اسمك حلو قوي يا دودو والله. عندك كام سنه؟ عندي 3 سنين. ما شاء الله عليكي. وايه اخبارك؟ تخش المطبخ ولا لا؟ اه. ايه بتعملي اكل ولا لسه شويه؟ بعمل اكل. ايه بقى؟ بعمل اكل ايه؟ ايه بقى؟ بعمل الرز. حلو، يعني هتيجي تعملي الرز وسليم يقلبه، صح كده؟ اه. ايه رايك في الكلام ده؟ تعمله. طيب يلا حالا في الكنترول سجلوا بياناتكم، ربنا يحميكم يا رب، شكرا جدا ليك وربنا يحفظكم يا رب. طيب انا عندي اخر فاصل سريع جدا، بعد الفاصل ان شاء الله نواصل، اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكل. طيب انا بس عايز قبل ما اكمل، انا خلاص هنختم ان شاء الله، الحواوشي طلع والسمك تمام، بس عايز اشكر حضراتكم طبعا، واشكر كل الناس اللي بتبعت لي على الصفحات من بقى لها يومين ساعه عيد ميلادي، والله بشكركم جدا، شكرا جزيلا. وكل حد حب يقول لي كل سنه طيب، يعني وصلت والله العظيم على راسي، وربنا يديم المحبه، وكتر خيركم انتوا فاكريني في يوم عيد ميلادي، وكتر خيركم بتعيدوا عليا، والف شكر بجد، شكرا شكرا بجد، يعني كتر خيركم. عايزين نعمل تتبيله حلوه بقى للسمك اللطيف ده عشان نبقى مظبطين بقى الامور، نعمل طشه حلوه وخلاص السمك تمام. بس تعالى نغرف الاول الحواوشي ده عشان نوسع، وانا عايز اوضح لحضراتكم الحواوشي شكله عامل ازاي.
بص كده يا استاذي معلش تعالى كده بص اللقمه من جوه فاكرين اللقمه دي فاكر لما عشيناها بص المنظر عامل ازاي شوف فاكر عامل ايه بقى عامل كده شوف كده سامع القرمشه اللي ملمع العيش ده ايه يا شيف اولا بحط فرش بص بقى اللقمه عامله ازاي تعالى بقى نروقه الاول خليكي انت طب وانا خليني في ايه طيب أستاذ مغر بيكلم البروديوسر ويقول لك خليك انت في الطبق ده فانا انا بتكلم حب الجرجير حلوين كده ولا اقول لكم خليهم نعملهم كده ونعمل كده بقى نبدا نرص لقمه العيش بالشكل ده تقول لي معاها ايه اقول لك بطاطس محمره ولا كلمه ده الحواوشي ده بطاطس محمره بتنجان بقى الدلع الدلع كله بقى هنا بس خلاص ده طبق حواوشي مع بطاطس محمره ايا كان راحتنا الكشري طلع او العدس الاصفر الرز بالعدس الاصفر طلع السمك تمام المسقعه تمام تعالى نعمل تتبيله حلوه للسمك طشه يعني طيب ايه الطشه يا شيف بسم الله الرحمن الرحيم طبطمايه مبشوره وعلى الطبطمايه المبشوره دي لحظه واحده البصلايه الحلوه دي المبشوره بميتها اهي شايف يا فندم كانت باقيه من الشغل وعليها كمان فص توم حلو مفروم كده او معلقه توم صغيره ومعلقه هريسه حلو الكلام جزرايه حلوه لو حبينا بس انا ما بحبش الجزر المبشور قوي يعني بحس ان المفروم احسن كده اهو النص كده على طول حبه شبت حبه كزبره حبه بقدونس ماشي الكلام وراح جاي بقى هنا بقى مدلع بهاراتي معلقه ملح حلوه طبعا كزبره ناشفه اكيد كمون سنه شطه كمان تعلي التست اكتر وتاتش ملح كمان معلش عشان برضو تستو عالي يعني حلو الكلام لحد كده كلام جميل وراح جايب عليهم فنجان خل حلو كده وكمان ليمون وراح متبل الكلام ده كله مع بعضه ومقلبه كده دي بقى هتاكل كسلطه هاخد منها طشه دلوقتي للسمكيه والباقي احطه عندي قبل ما ازفر الدنيا احطه عندي في بوله يطلع معايا على طول للسلطه حلو الكلام كلام جميل وبعدين ولا قبلين ليمونه حلوه تكون معانا كده نجرش بيها اطباقنا السمك خلاص خلصان ان شاء الله ناخد واحده كده وناخد واحده كده كده في الليمون لو حبينا نعصر عليه وتجيب دي معايا بقشرها كده شايفها يا فندم تنزل فين على التتبيله بتاعت السمك حلو الكلام كلام جميل وبعدين يلا نجيب السمكيه ونقفلها على طول والمسقعه خلصانه برضو بسم الله الرحمن الرحيم ادي السمكيه بتاعتنا شايف الملامح عامله ازاي؟ شوف معانا ولا علينا؟ شوف بقى هنا كده فهمت قصدي ايه؟ فهمت قصدي ايه؟ خد مني بقى كمان اللي باقي ده كده سنة الخل دي كمان شكرا شايف الملامح سمك مشوا في البيت طيب وبعدين يا شيف طبعا دي سخنه فضلنا شويه نجيب طبق حلو نغرف فيه نجيب عندنا حبه بقدونس وحبه كزبره وحبه شبت وهات الجزرية الحلوه تدي لون لطيف والجرجرتين الحلوين دول وروح جايب عليهم سنه ملح
ومقلبهم وفارد كده، في روائح حلوه، ريحه الخضره مهمه جدا. شايف الكلام؟ مفيش ولا حاجه. وراح اعمل حاجه حلوه كمان، مأمن بقى حاجتي وانا بغرف عشان هنا بقى الكارثه اللي ممكن اي حد يعني يحصل معاه مشكله. همسك كده، بص بعمل ايه؟ شوف، خدت بالك؟ اللي هو كده 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 زي ما انت كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. شوف معايا يا فندم، شوف برفع ازاي. وشكرا، اتفضلي. بس كده، شكرا، ده كده زي الفل. هروح اعمل حاجه حلوه. شوف الدلع، شوف لازم توصل جايبه كلها. شوف، خدت بالك؟ واروح اعمل كده على الوش. الله الله الله، تبلتك حاجتنا كلها بمنتهى البساطه وتمام. منديل يلا بينا نعرف حاجتنا على المعدة. سمك ما فيهوش أي حاجة من الصعوبة، سمك مشوي بالردة، أي سمكية في البيت، وتتبيلتي زيادة موجودة، والسلطة برضو لو حبيت أكلها مع الرز. فاضل عندي المسقعة، نطلع بيها على طول إن شاء الله. برضو شايف الكلام من تحت هنا إيه اللي بيحصل يا فندم؟ معانا أنت ولا علينا؟ ايوه كده، شايف الكلام؟ دي مسقعة سمك بس قشر بياض. الله، مع المائدة على طول. يلا ما شاء الله. وكده يكون حكاية زي ما حضراتكم شايفين في منتهى البساطة، أكلة مصرية لطيفة، كشري معمول بطريقة حلوة، سمكية معمولة بطريقة برضو بسيطة، مسقعة جديدة، حواوشي، رز، بالهنا والشفا. حضراتكم أشوفكم إن شاء الله بكرة في نفس الميعاد وحلقة جديدة، والسلام عليكم.